أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.